كبرت في بيتي التي في محرق بين عائلة كبيرة وجدا مترابطة ومشجعة بين والدتي وخواتي وخوالي وخالاتي وزوجات خوالي والأحفاد كلهم. يمكن هذا الشيء لعب دور كبير في صقل شخصيتي اليوم. كنت وايد مشغولة، كنت دائما أشترك في نشاطات ومختلف رياضات مثل رياضة السباحة والتايكواندو والخيل والجمباز والجري، ودائما ما كنت أتميز فيهم. حصلت على رسالة الماجستير من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة بتخصص العلاقات الدولية والسياسية، وكان موضوع رسالتي للماجستير هو تمكين المرأة في المجال السياسي. وخلال دراستي في جامعة البحرين دراسات أمريكية والأدب الإنجليزي حصلت على منحتين من وزارة الخارجية الأمريكية. المنحة الأولى هي منحة فلبرايت، وهي أحد برامج الزمالة الأكثر تميزاً وتنافسية في العالم، والبرنامج مكن الطالب من الانضمام إلى أحد الجامعات الأمريكية ويدرس تخصص أكاديمي وفي نفس الوقت يعمل كمدرس مساعد في الجامعة نفسها. بالنسبة لي التحقت بجامعة بوسطن في ولاية ماساتشوستس. أما بالنسبة حق المنحة الثانية من وزارة الخارجية الأمريكية كانت Leadership Program، وهي برامج معنية بالتدريب على القيادة. مصادر الإلهام كثيرة، يمكن تصادف موقف معين ولا شخص معين يكون هو مصدر إلهامك لهذا اليوم. مصدر إلهامي هو زوجي، عائلتي، زميلاتي، أني أروح المكتب كل يوم وأشوف سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، أول امرأة تمسك منصب تتقلد منصب وكيل وزارة الخارجية في الوطن العربي. هذه بحد ذاتها مصدر إلهام كبير. يمكن ابتعاثي لتمثيل مملكة البحرين في سفارتين، هي سفارة مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا وسفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة. طبعا سفارتين من أهم السفارات الأوروبية، بروكسل بكونها مطبخ القرارات الأوروبية بحيث أنها تحتوي وتضم أهم المؤسسات التنفيذية كاليوروبيان بارلمنت واليوروبيان كوميشن المفوضية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي. أما بالنسبة للعلاقات البحرينية البريطانية فهي علاقات جدا مهمة، علاقة تاريخية وعلاقة صداقة جدا متينة، وهناك تعاون على جميع الأصعدة. طبعا لأي دبلوماسي هذه الثقة الكبيرة تكون مسؤولية كبيرة على عاتق دبلوماسي تحتم عليه تمثيل مملكة البحرين والدفاع عن مصالحها بأكمل وجه. لا توجد هناك نقطة تحول معينة، إنما هناك تجارب متراكمة، منها التجارب الإيجابية طبعاً وأخرى سلبية. ولكن أستذكر موقف معين يمكن صادني وأثر فيني كثير، هي تجربة تطوع خارج مملكة البحرين ما بين دراسة الأندرغراد ودراسة العليا. أخذت سنة للتطوع خارج المملكة، ويمكن كأي متطوع يروح فكرة تغيير العالم تنصدم بالواقع، فيمكن توقعاتي ما كانت واقعية. كدبلوماسي خارج مملكة البحرين أنت تمسك ملفات مختلفة، مواضيع متنوعة، فمنها المواضيع السياسية ومنها المواضيع الاقتصادية وأحياناً المواضيع العسكرية. فكوني دبلوماسي في مملكة بلجيكا وكوني أحضر اجتماعات حلف شمال الأطلسي حلف الناتو، كنت يمكن الموضوع شكلي في البداية نوع من التحدي، لأن الاجتماعات لازم تكون فيها جدا دقيقة وتحتوي على مصطلحات عسكرية بحتة، وكما يمكن تكون بعض الاجتماعات تصير شوي تكنيكال. ففي البداية كان تحدي، بس الحمد لله بدعم من وزارة الخارجية تمكنت أن أتجاوز هذا التحدي.